إنجازات الدبلوماسية المصرية في رفع المعاناة عن الفلسطينيين. الوضع الإنساني في صدارة الاهتمامات المصرية بالأراضي الفلسطينية. فرص واعدة للاستثمار، شرايين التنمية تنطلق في سيناء. ابدأ مبادرة وطنية لدعم وتوطين الصناعة المصرية وتعزيز شعار صنع في مصر. والصحافة تبرز نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع. وانا اشارككم ان انتوا تبقوا قلقانين، وده ظاهره ايجابيه، بس انا دوري على ان انا اطمنكم. انا اطمنكم مصر حريصه انها تلعب دور ايجابي جدا. خلال السنين اللي فاتت كلها، حتى قبل انا ما اكون موجود، كل اللي كانوا موجودين في الدوله كانوا حريصين انهم يعملوا دور ايجابي في اطار فهم ان الاستقرار مهم جدا جدا لمنطقتنا ولدولتنا. فانا عايز اقول ان احنا نفس الخط احنا ماشيين بيه، احنا حريصين على الاستقرار وبنبذل جهد كبير جدا من اجل تحقيقه. احنا ابدا في سياساتنا اللي بنعملها ما كانش فيها سياسات لا غدر ولا خصه ولا تآمر ولا انتهازيه ولا حتى مصالح. كان مصلحتنا إن الدنيا كلها تبقى مستقرة ونبني ونعمر في بلدنا. نبدأ هذا الصباح بهذا الخبر الهام، ونجحت الدبلوماسية المصرية في إعادة فتح المعبر من الجانب الفلسطيني وإدخال عدد من الشاحنات المساعدات إلى غزة ونقل المصابين أيضا من الحالات الحرجة، بينهم أطفال، ثم السماح للرعاية الأجانب ومزدوجي الجنسية من العبور. وجاء طبعا مشاهدين فتح المعبر أمس بعدما بذلت القاهرة جهودا سياسية وإنسانية مضنية لحقن دماء الأشقاء في غزة والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء البريئة. ونادت أيضا مصر المجتمع الدولي من أجل إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات. خلال الأسبوعين الماضيين كمان مشاهدينا كثفت عدد من الدول الأجنبية والأوروبية تحديدا من الاتصالات والزيارات إلى العاصمة المصرية القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للاستماع إلى وجهة النظر المصرية في كيفية معالجة التصعيد العسكري في قطاع غزة. للحديث أكثر بينضم إلينا هاتفيا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك في هذا الصباح. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ يارا. صباح الخير أستاذ روم. أهلا بيك يا فندم وأهلا بالسادة مشاهدي كفرنجي. أهلا بحضرتك يا دكتور. يعني بالنظر إلى مجمل المواقف التاريخية للدولة المصرية في دعم الأشقاء والقضية الفلسطينية، كيف تتابع الجهد السياسي والإنساني والتطورات التي تحدث الآن، وأيضا الأثار المترتبة عليها؟ ربما نشهد يعني خطوات جديدة وانفراجة جديدة نتيجة التصعيد المستمر الذي تقوم به الدولة المصرية. طبعا يعني هي الدولة المصرية على مدار تاريخها الكبير في دعم القضية الفلسطينية هو دور ريادي ومحوري، ولا يمكن أبدا المزايدة على دور مصر التاريخي والكبير والمحوري في دعم القضية التي تعتبرها الدولة المصرية هي قضية القضايا أو قضية مصرية بامتياز، وبالتالي بتتحرك الدولة المصرية بشكل كبير في إطار العمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة، بعدما نجحت وقفزت خطوات كبيرة في حلحلة المشهد الإنساني المعقد، ونجحت في ممارسة دورها الكبير في الضغط على الأطراف الدولية والجانب الإسرائيلي، وقامت بفتح معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني،
نتيجة التعنت الواضح من قوات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة نتنياهو التي تسعى بكل قوة إلى خنق قطاع غزة، ولكن الدولة المصرية ومن خلال رؤية حسيسة ودؤوبة تحركت في هذا الإطار، وهذا ليس بجديد، ولكن يعني احنا بنتحدث عن اعتداءات متكررة على قطاع غزة منذ العام 2014. لم تنجح أي دولة في العالم في وقف التصعيد في قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار إلا الدولة المصرية، وبالتالي أرى أن القيادة السياسية المصرية ومن خلال الدور الكبير اللي هتلعبه حتى في الفترة القادمة ستسعى مع شركائها الإقليميين والدوليين إلى الوصول إلى وقف إطلاق نار ثم تثبيت وقف إطلاق النار. يعني دكتور حامد برضو أروح مع حضرتك لجهود الدولة المصرية ومستمرين في الحديث في هذا السياق، في الحقيقة جهود متعددة المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية الفلسطينية للوصول إلى الهدف النهائي والرئيسي وإقرار دولة عادلة للدولة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين طبعا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية. ده يخليني أسأل حضرتك كيف يعكس الثبات المصري للموقف الداعم للقضية الفلسطينية في إيجاد حل جذري حقيقي على أرض الواقع في هذه الأزمة الحالية التي يواجهها القطاع في غزة؟ طبعا هذه الأزمة يا أستاذ رامي كانت أزمة كاشفة لدور كبير بتقوم به الدولة المصرية، ووضعت له عنوان رئيسي في هذه المرحلة، وهي أن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، لأن الدولة المصرية مؤمنة بأن إحلال السلام في الشرق الأوسط هو بإقامة دولتين وتنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ولكن هذا ليس مصطلح نقوله فقط، ولكن تحركت الدولة المصرية على واقع الأرض مرارا وتكرارا وحذرت العالم وحذرت كل القوى الدولية والإقليمية من أن استمرار هذا النهج أحادي الجانب منذ أن أتت حكومة نتنياهو والموجود بها بن غفير وسموتريتش سواء وزير المالية أو وزير الأمن القومي وتحركاتهم بتخويض عمل السلطة الفلسطينية باقتطاع أكثر من 150 مليون دولار من أموال السلطة لدى سلطة الاحتلال، وأيضا باقتحامات متكررة من بن غفير ومعه المستوطنين لمحاولة التغيير الزماني والمكاني للأقصى، وأيضا في خلال دورهم للعمل على إبادة قرى بأكملها حتى قبل يوم 7 أكتوبر كما حدث في قرية حوارة. وبالتالي أرى أن الدولة المصرية أدركت خطورة هذه الأوضاع وتحركت بشكل كبير لخفض التصعيد وقامت حتى بإحياء القضية الفلسطينية من خلال مسار سياسي حقيقي، وهو قمة القاهرة للسلام اللي شارك فيها أكثر من 31 دولة وثلاث منظمات دولية، وحتى على الرغم من قصر المدة ما بين الدعوة وما بين انعقاد القمة إلا أن حجم هذه المشاركة الكبير ما هو إلا دلالة على مكانة مصر السياسية الكبيرة لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. بالتأكيد دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في أولى ملفات هذا الصباح. ومشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا أيضا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق صباح الخير على حضرتك وأهلا بك في هذا الصباح. صباح الخير أستاذ يارا، صباح الخير أستاذ رامي، صباح الخير لكم جميعا. دكتور كيف تقيم المشهد الآن والتقدم الذي تحدثه الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء في فلسطين، وتنظر إلى المشهد أيضا دوليا كيف هذا لربما نقول تأخر في الدعم بشكل حقيقي أو لربما بعض يعني عدم اتخاذ موقف محدد وواضح، ومصر تحرز تقدما حقيقيا سواء في دعم الأشقاء من خلال علاج الجرحى والمصابين، إدخال المساعدات ومزيد من المساعدات، استمرار التصعيد الدبلوماسي وحشد الرأي العام العالمي حول هذه القضية بما يحقق حل الدولتين. يعني بالفعل مصر عندما يعني ارتأت ذلك الصمت العالمي وذلك السبات من الأسرة الدولية فأذنت في هذا الحشد الدولي في المجتمع الدولي، وكانت قمة القاهرة للسلام أذنت في المجتمع الدولي حتى يأتوا أفواجا، حتى يعني يأتوا من كل فج عميق ليشاهدوا ويبذلوا ما في الوسع وما في الجهد والطاقة باعتبارهم أسرة دولية وتنظيم دولي منوط به حفظ السلم. وكانت فكرة الاصطفاف الدولي هذه الفكرة المصرية،
وعندما تساءل الرئيس السيسي أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها، وأن هذا كان امتحان للإنسانية. فأتصور أن مصر الدولة العظمى في هذه العلاقات الدولية، مصر يعني كشجرة طيبة يعني مباركة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولها هذه الثوابت وهذا قدرها. وأتصور أن يعني الدور المصري والأدوار المصرية على مختلف المستويات، سواء في تقديم المساعدات العاجلة والإنسانية أو في مستوى خفض التصعيد والعمل على تكثيف الاتصالات مع كل الأطراف المعنية الفاعلة، والجهود المبذولة والاتصالات مع جو بايدن والاتصالات مع كل هذا الجهد الكبير من أجل المساعدة في هذه القضية. وتصور أنه ساعة الجد وفي الملمات الكل ينظر إلى مصر، الكل يتجه إلى مصر، يعني يقولون لسان حالهم، يقولون ويحك مصر أقبلي، لأنها هي المنوط بها يعني حلحلة هذه المشاكل وتقديم هذه المساعدات، والكل يعني يتعشم في الدولة المصرية بالفعل. ومصر دولة دائما ما يعني تنسى أو تتناسى الإساءات أو المزايدات، لأن ده يعني شيء من الكبار وشيء من الدولة الرائدة التي تريد دائما تقديم العون والمساعدة دون مزايدة، دون بروباغندا. ولكن هذا يعني هذا الدور وهذه الريادة هذا هو قدرها المقدور الدولة المصرية. دكتور طارق، برضو يعني في سياق متصل وكخبير في العلاقات الدولية، رصدت إزاي التأكيد والتكرار من جانب القيادة السياسية الرئيس السيسي والجهات المعنية والمسؤولين في الدولة المصرية بالرفض التام والقاطع لفكرة التهجير القسري أو التهجير بشكل عام لأهل غزة إلى سيناء؟ الرؤية العالمية للدولة المصرية في ظل هذا الاتجاه وهذا التصريح الواضح والمباشر منذ اللحظة الأولى من اندلاع الأزمة في 7 من أكتوبر؟ بالفعل جميل، يعني الدولة المصرية هذه رؤيتها الواضحة الثابتة الراسخة أن التصفية لا يمكن أبدا أن تحدث على حساب الجيران، لا يمكن أن تتم على حساب دولة كمصر. مصر التي يعني خاضت الحروب وخاضت التفاوض والسلام والتحكيم وكل هذه المشاق، ودولة كإسرائيل عمرها لا يتعدى 70 عام لا ترسم يعني سياسات لدولة عمرها يربو على 7000 عام. مصر تحترم اتفاقاتها وتعاقداتها، مصر تحترم وتمتثل وتنصاع لقواعد القانون الدولي، وهذا شيء من الكبار. الكبير لابد أن تكون له مرجعية وأن يمتثل لقواعد القانون الدولي، لا أن يستعلي على هذه القواعد، لا أن لا يطبقها، لا أن يتطاول على المجتمع الدولي ويقول على توصية الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن ذلك القرار أو تلك التوصية مشينة. أتصور أن الدور المصري لا تخطئه يعني أي عين. مصر دائما ترى ما لم يره الآخرون، ثم يبدأ الآخرون، يبدأ الأغيار، يبدأ الجميع في استيعاب وفهم ما قامت به الدولة المصرية مبكرا. مصر حريصة قيادة الرئيس السيسي على لعب ذلك الدور الإيجابي الفعال البناء، ودائما حريصة على عدم اتساع نطاق الصراع، وتؤكد أنها دولة قوية ذات سيادة لا تمس، سياستها الخارجية تقوم على ثوابت لا تقوم على التآمر وعلى تغيير المواقف، وتبذل كل ما في الجهد لإدخال المساعدات للأشقاء، لأن يعني الجانب الآخر للأسف الشديد يعمل على إطالة الإجراءات وإضاعة الوقت، ولكن مصر بخبراتها التراكمية يعني تعي ذلك وتستوعبه وتستطيع أن تتعامل معه وتكثف من تلك الاتصالات، خاصة بالتأكيد مع الجانب الأمريكي للتأكيد على ضرورة التصدي بشكل فوري لهذه الكارثة والعمل على إدخال المساعدات بما يتناسب مع حجم المعاناة التي يعانيها أهلنا
في غزة. دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، بشكرك على وجودك معنا، وأكيد للحديث بقية وتفاصيل كثيرة جدا في ملف القضية الفلسطينية وجهود الدولة المصرية لحلها من جذورها. ما زلنا بنتحدث عن التطورات اللي بتتم وفق الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وكذلك أيضا القضية الفلسطينية. وبالأمس وصل أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح، وفي ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة. تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات وتشخيصهم تشخيص دقيق، وتحويل 16 مصاب منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصاب لمستشفى العريش العام وخمسة مصابين لمستشفى بئر العبد. كمان تم تحويل سائر الحالات للمستشفيات، وجميع الحالات مستقرة وبتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات. كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على 117 من رعاية الدول الأجنبية، منهم 35 طفل تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب. ده في الوقت اللي بيتواصل فيه العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم. تفاصيل أكثر برؤية تخصصية مع دكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية. دكتور إيمان صباح الخير على حضرتك. أهلا بسيادتك وصباح الخير تكون جميعا. يعني دكتور بتتابعي إزاي فرص مصر وترصديها في فكرة الجمع ما بين القرار السيادي بدخول المساعدات ويعني دخول أيضا المصابين للعلاج في الجانب المصري، والهدف الرئيسي للحفاظ على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعدم تصفية هذه القضية نهائيا؟ مصر من بداية اللحظات الأولى سواء لعملية طوفان الأقصى أو السيوف الحديدية وبتمتلك خارطة طريق لتكييف وإدارة ملف القضية الفلسطينية. يمكن تلمسنا من 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا كافة التحركات والجهود المصرية على مختلف المسارات. يمكن في البداية خالص كان دوما ما نؤكد على المسار الإنساني، جهود الإغاثة وإدخال المساعدات الإنسانية، وربطها بالعديد من العناصر السياسية والأمنية، وده اللي تم بالفعل وفقا للرؤية المصرية. وده لا ينفي كذلك الجهد المصري والتحرك سواء على مستوى الدبلوماسية الرئاسية ولقاءات سيادة الرئيس مع العديد من رؤساء الدول الأوروبية، محاولة إتمام عملية هدنة إنسانية، العودة مرة أخرى لطاولة المباحثات السياسية وإيجاد حل يتعلق بالقضية الفلسطينية، جنبا إلى جنب رسائل مصر المباشرة والواضحة والصريحة فيما يتعلق بالرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية والرفض التام للتحركات الإسرائيلية والهجمات الميدانية اللي بتسعى إسرائيل من خلالها لإعادة ترسيم الخريطة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يخل من رؤيتنا وسعي السعي العربي والسعي المصري لحل القضية الفلسطينية وحل الدولتين وفقا لحدود 67. ويمكن ده اللي دوما ما يتم التأكيد عليه من جانب مصر، الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري. وتم العديد من الرسائل المباشرة لترسيم الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالسيادة المصرية وسيادة وأمن مصر وحدودها بشكل مباشر. بالتأكيد. طيب دكتور إيمان، يعني هذه ليست المرة الأولى في تاريخ دعم القضية الفلسطينية أن نشهد ما شهدناه بالأمس من دخول الحالات والمصابين للعلاج في المستشفيات في مصر. كيف تنظري إلى هذا التطور في القضية الفلسطينية أو هذا الدعم، بالنظر أيضا إلى تاريخ الدعم المصري للقضية الفلسطينية، وكيف تقرأين هذا الجديد وتستشفين منه لربما تغيرات إيجابية أكثر تبنى على هذه الجهود؟ عامة من بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومصر هي الداعم الأول
كافة المسارات للأشقاء في الأراضي المحتلة، خاصة للقرب الجغرافي طبعا والاعتبارات السياسية أن مصر هي مركز الثقل الأول في المنطقة، وخاصة في مراكز إدارة الصراع وإقرار التعاون والسلام بشكل كبير. التطور الحالي في القضية أن الهجوم أو التحركات بشكل عام من الجانب الإسرائيلي، الدعم المؤيد من الكتلة الغربية يمكن أخذ منحنى أكثر تطرفاً في الفترة الأخيرة. هناك تحركات هجومية أو بالنظر لخريطة التمدد الميداني بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ده ملمح يعني يفضي نوع من التطور النوعي في القضية الفلسطينية وأبعادها السياسية والأمنية، وده اللي تعاملت مصر معاه. مصر لم تتعامل فقط من المنظور الإنساني والإغاثي، ولكن كان جمعت ما بين الإنساني والسياسي وما بين السياسي بشكل نعم. كبير والأمني كذلك. يعني نتحدث ليس فقط على الميكانيزم القضية الفلسطينية وكيفية تكييفها سياسيا، سواء في الأروقة المنظمات الدولية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن كذلك تحدثنا على البعد الأمني وكيفية استقرار ليس فقط الإقليم الشرق الأوسط، ولكن كذلك ما يؤدي إلى الاستقرار الأمني للنظام العالمي ككل. تحدثنا أن حال تطور الأوضاع الحرجة والتي فقط بالفعل هجمات عنيفة، حال تطورها سيفضي مزيد من الاضطرابات الأمنية على استقرار الإقليم وبالتبعية استقرار الكتلة الأوروبية والنظام العالمي ككل. في رؤية مصرية موحدة وواضحة وصريحة ورسائل مباشرة في هذا الأمر تتعلق بالمستويين الأمني والسياسي، وتم نقل تلك الرؤية والرسالة المصرية لكافة المستويات سواء الأوروبية وكذلك الإقليمية، وهي تتفق يعني الكتلة العربية جميعها تتفق مع الرؤية المصرية وخارطة الطريق للعبور من الأزمة الحالية. لكن يعول الأمر حاليا على الكتلة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. يمكن حاليا هناك نوع من كسر الجمود ومرونة في الخطاب السياسي لحد ما يمكن البناء عليها لإحداث خرق في العملية القائمة، يعني إيجاد مخرج يمكن البناء عليه لتطورات سياسية قائمة في المستقبل. يعني لا زالت هناك تساؤلات عالقة في هذا. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية. وما زلنا أيضا مشاهدينا نتحدث عن وصول الفلسطينيين المصابين إلى الجانب المصري، وبينضم لينا في هذا السياق دكتور أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور أيمن صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أخي رامي صحيح ولأختيار ولكل السيدات والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. دكتور أيمن، يعني في البداية تقييمك ورصدك للجهود المصرية التي جمعت ما بين البعد الإنساني والبعد الأمني، والهدف الرئيسي هو الحفاظ على الشعب الفلسطيني وحفظ القضية ويعني وحلها من جذورها. يعني أولا جميعا نحن كفلسطين نثمن الدور المصري في كل اتجاهات. مصر التي طبعا أثبتت عبر هذه السنوات الطوال أن السند الهم والأكبر للشعب الفلسطيني. مصر التي اعتبرت أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي بكل معنى الكلمة. الأمر لو تحدثنا أخي الكريم عن يعني خراج الجرح على سبيل المثال، العلاج في المستشفيات المصرية أمس دفعة واليوم دفعة، أضف إلى ذلك أن يمكن دائما أقول أنه مصر منذ اليوم الأول للحرب كان هناك موقف جريء لم نراه من طبعا، وأنا أعتقد عواصم كثيرة عربية ذهبت باتجاه الموقف المصري عندما حملت الاحتلال مسؤولية ما حدث يوم 7 أكتوبر، وهذا نعتقد موقف كان يعني يحمل قضية الفلسطينية بشكل كبير جدا، لأنه في اجتماع العقبة وشرم الشيخ قيل بشكل واضح أمام وجود الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لأنه هناك احتقان في الشارع الفلسطيني وهناك برميل بارود يغلي، إن لم تضع أفاق للشعب الفلسطيني فأن هذا البرميل سينفجر. لم يسمع صم اتزانها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لاحقا، وأيضا الاحتلال الذي شارك في هذا الاجتماع الاتحاد الأوروبي لم يشارك، ولكن أبلغ لاحقا أن هناك احتقان في الشارع الفلسطيني. رأينا كل ذلك يتداعى كل الغرب للحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي، في حين أن مصر قالت أن من أوصل كل هذه الأمور هو الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرف. هذا لو تحدثنا عن الشق السياسي، أنا استخدمت خلال الأحداث ما أطلقت عليه أنا الدبلوماسية الخشنة. مصر منذ أن بدأت الحرب هي تحاول أن تحقن دماء شعبنا الفلسطيني وتوقف هذه الحرب المسعورة، ولكن طبعا أمام صلف الاحتلال وإصراره على هذه الحرب منعت خروج كل من يحملون هوية طبعا جنسيات أجنبية من معبر رفح إلا بإدخال المساعدات،
ونعتقد استخدمت هذه الطريقة ما أطلق عليها الدبلوماسية الخشنة بكل قوة. كانت التأكيد بشكل واضح نحن لن نسمح بإخراج أي أجنبي إلا بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لغزة، وكان لها هذا بكل معنى الكلمة، الإصرار على منع شطب القضية الفلسطينية خلال الإزاحة من قطاع غزة إلى سيناء. وهذا موقف بالتأكيد احنا أكدنا عليه، أنه في اللحظة التي سيتم إزاحتنا على سيناء انتهى المشروع الوطني الفلسطيني. الأمر لن يقف عند غزة، سيذهب إلى الضفة الغربية والقدس، وبالتالي التماسك الموقف المصري رفع قيم الصراع في هذا الأمر بشكل كبير جدا، أيضا رفع من عزيمة الشعب الفلسطيني الذي أصر على البقاء. ورأينا ارتكاب المجازر التي تمت في الشمال بالتحديد بالفعل، محاولات لإرعاب لرعب السكان للاتجاه باتجاه الجنوب، لكن أصر الفلسطينيين على البقاء في منازلهم في كما رأينا في جبال خلال اليوم. بالتأكيد دكتور أيمن الراقب المحلل السياسي الفلسطيني، بشكرك على وجود حضرتك معنا في هذا الصباح. وننتقل مع حضراتكم للحديث عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي أعلن عن الانتهاء من تسليم القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، واللي انطلقت يوم 14 أكتوبر الجاري. هي القافلة الأضخم تضمنت 108 قاطرة رافقها طاقم طبي بيضم مختلف التخصصات، وكذلك المئات من شباب المتطوعين، واللي قضوا قرابة 18 يوم أمام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف الأوضاع عليهم جراء أعمال العنف اللي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واللي أدت لسقوط العديد من الضحايا والمصابين. كمان بيواصل التحالف الوطني جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، وذلك إيمانا بالمسؤولية تجاه أشقائنا وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حتى انتهاء الأزمة بإذن الله. عن جهود التحالف الوطني لدعم أهالي غزة مشاهدينا نتابع مع حضراتكم العرض التالي. نتكلم أكتر مع الأستاذ محمد فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان. محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، صباح الخير على حضرتك أستاذ محمود. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل سادة المشاهدين. يعني حينما نتحدث خليني أروح لجزئية هامة جدا ومحور رئيسي في الحقيقة، وهي فكرة مساندة الشباب واتخاذهم موقف للقضية من الشباب التحالف طبعا الوطني والمجتمع المدني بيقوم العمل الإنساني. فتقييمك إيه لهذه المشاركة الواسعة للشباب في القوافل المتجهة إلى غزة لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين؟ الحقيقة طبعا زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظم قافلة كانت بتكون 106 شاحنة، دي الحمد لله دخلت بالكامل لغزة، ولكن طبعا احنا لما طلب مننا ان احنا نبقى جاهزين ما كناش عارفين ايه الأولوية في الدخول لغزة. طبعا يعني بمناسبة الكلام عن الشباب، احنا لقينا كمية متطوعين وشباب عاملين في المؤسسات كلهم عايزين يروحوا يكونوا متواجدين مع ومرافقين للقافلة. ده شعور كل المصريين سواء شباب او كبار او نساء، وده بان جدا معانا في حملة تبرع بالدم اللي عملناها قبل القافلة على طول،
كانت طوابير موجودة قدام النقاط اللي تمرق بالدم على مستوى الجمهورية. واحنا عايزين نقول احنا يعني المصريين بيتولدوا وبيروحوا المدارس وبيشربوهم القضية الفلسطينية وأهمية القضية الفلسطينية لينا. عشان كده بتلاقي دايما المصريين بالذات عندهم شعور مختلف عن باقي العالم كله بخصوص القضية الفلسطينية. يعني ده بيؤكد أهمية والقضية الفلسطينية في نفوس وعقل وقلوب الشباب المصري بل والعربي أجمع بالتأكيد أستاذ. دي حقيقة أنا شفتها على الأرض. إحنا إن شاء الله كمان بنجهز لقافلة جديدة. يعني إحنا جاهزين ستاند باي حالا دلوقتي وأنا بكلم حضرتك للتحرك، ولكن طبعا في تنسيقات امنيه بتتم على الارض بالتاكيد، وفي كمان هناك يعني حاجات موجوده في مطار العريش وموجوده قدام المعبر هتدخل الاول قبل القافله الجديده. نعم، زي ما قلت ووضحت يعني هو في اولويات. نعم استاذ محمود، بعتذر على المقاطعه وحضرتك تطرقت للاولويات ولربما الاولويات تتبدل مع تفاقم الاوضاع داخل القطاع وما تشهده ايضا المستشفيات اللي بتتعرض للقصف او اللي بتخرج عن الخدمه نتيجه نقص المستلزمات. ازاي هذا التطور في الأحداث يعني بيكون عامل بتعيده على أساسه ترتيب الأولويات لهذه المساعدات اللي هتدخل لأشقائنا الفلسطينيين؟ الحقيقة احنا في القافلة الجديدة ان شاء الله اللي احنا جاهزين بها دلوقتي ويمكن هتتعدى الـ 250 تريلا ان شاء الله بإذن الله يا رب. احنا عرفنا ايه الأولويات المطلوبة، وده طبعا بيتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري. الهلال الأحمر الفلسطيني هو اللي موجود على الأرض هناك وهو اللي دايما بيقول لك أنا عايز الأولوية عندي الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بأقسام الطوارئ والجروح والعمليات الجراحية. للأسف الوضع طبعا زي ما كلنا عارفين صعب جدا هناك، القصف ما بيوقفش خالص، كل يوم في شهداء وفي مصابين. امبارح في انفرادة كده المصابين بدأوا يدخلوا المستشفيات المصرية، ده يمكن يخفف الضغط شويه هناك، ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. الاولويه الثانيه تبقى المواد الغذائيه وهي بتبقى بصوره يعني اكثر تبقى معلبات، لان هناك ما فيش غاز ما فيش كهرباء مش هيعرفوا يجهزوا اكل سخن يعني، فكلها بتبقى معلبات سواء جبن او فول او تونه او الى اخره يعني. أستاذ محمود اسمح لي قبل ما أختم معاك، كنت بتقول أنه بيتم يعني معرفة الاحتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني، لو ممكن كمان بيتم إبلاغكم بتأثير أو أصداء هذه المساعدات عند دخولها، إيه الحالة اللي بتخلقها، الاحتياجات اللي بتلبيها، الصورة إزاي بتكون؟ طبعا زي ما حضرتك عارفة أن المخزون اللي هناك نفذ، مفيش هناك اي حاجه تقريبا. يمكن شفتوا الصور بتاع مخازن الأونروا والناس دخلت خدت الحاجات اللي فيها، كانت حاجات بسيطه جدا. نعم. ما كانش فيه حاجه خلاص، والحمد لله ان بدانا القوافل شويه في الدخول. كان الاول كل يوم 20 15، دلوقتي وصلنا 50 و60 شاحنه يوميا ان شاء الله. بنامل ان المعبر يتفتح بصفه دايمه وندخل كل اللي موجود في العريش يدخل مره واحده باذن الله. يا استاذ محمود انا بشكرك، وزي ما بنامل ان المعبر يكون مفتوح بصفه دايمه ايضا نامل ان القضيه تحل حل عادل ودائم وشامل. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعيه الاورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. ومشاهدي هذا الصباح الآن موعدنا مع جولة لآخر وأهم أخبار الاقتصاد مع الزميلة العزيزة جاكلين ماهر. صباح الخير عليك جاكلين. صباح الخير عليك يا رب. صباح على رامي وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر وأهم الأخبار الاقتصادية.
أطلقت مجموعة تشاينا إيفرغراند الصينية للتطوير العقاري خطة جديدة لإعادة هيكلة سنداتها المصدرة في الخارج، وفقا للخطة التي سيسمح لحامل السندات بمبادلة الديون مقابل حصة تناهز 30% في كلا شركتين تابعتين للمطورة العقارية والمدرجتين في بورصة هونغ كونغ. وحاملي السندات الخارجية للشركة العقارية الذين يحوزون ديونا تناهز 19 مليار دولار تقريبا سيضطرون على الأرجح للتضحية بجزء كبير من استثماراتهم إذا وافقوا على الشروط الجديدة بحسب رويترز. جدير بالذكر أن شركة تطوير العقارات الأكثر مديونية في العالم صدمت الدائنين والمراقبين الآخرين الشهر الماضي عندما قالت إنها ستعيد تقييم خطتها لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، لافتة إلى أنها لم تعد قادرة على تلبية لوائح الصين الخاصة بإصدار سندات جديدة كوسيلة لسداد ديونها القديمة. انكمش النشاط الصناعي في الصين على نحو غير متوقع في أكتوبر وفق استطلاع خاص، ما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي يفقد زخمه ويضغط على صناع السياسات الذين يحاولون دعم النمو. انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي كايشن إلى 49.5 من 50.6 في سبتمبر مخالفا توقعات الاقتصاديين البالغة 50.8. تعكس البيانات القراءة الرسمية صدر عن المكتب الوطني للإحصاء والتي أظهرت عودة نشاط المصانع مرة أخرى إلى الانكماش عند 49.5. وأثارت الأرقام المخيبة للأمال المخاوف بشأن هشاشة التعافي الاقتصادي وأثارت دعوات لمزيد من الدعم السياسي. ويبحث المستثمرون عن أدلة على أن إجراءات التحفيز الأخيرة التي اتخذتها الصين تدعم النمو الاقتصادي الذي واجه تحديات هذا العام بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات وأزمة العقارات المستمرة. وأعلنت الحكومة هذا الشهر عن مزيد من الدعم للاقتصاد بما في ذلك إصدار ديون سيادية إضافية ورفع نسبة عجز الميزانية. أعلن بنك اليابان عن عملية شراء سندات غير مجدولة أمس في محاولة للحد من وتيرة مكاسب عوائد السندات الحكومية بعد أن قام بتعديل سياسته في وقت سابق. لم تؤثر العملية على نحو فوري على العائد القياسي للسندات لأجل 10 سنوات الذي لامس أعلى مستوى له في هذا العقد عند 97% أمس. وقلصت العقود الآجلة للسندات خسائرها قليلا بعد الإعلان، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على العائد لأجل 10 سنوات عند 96%. وقلص الين مكاسبه قليلا مقابل الدولار. ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أواخر العام الماضي في إشارة إيجابية لأفق النمو الاقتصادي للبلاد، وبما يقدم دليلا على مرونة الطلب العالمي. زادت الصادرات بنسبة 5.1% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي حسب بيانات نشرتها وزارة التجارة الكورية. وبغض النظر عن فروق أيام العمل، ارتفع متوسط الشحنات اليومية أيضا بنسبة 7.6%، فيما انخفضت الواردات بنسبة 9.7%، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري بلغ 1.6 مليار دولار. يتوقع أن يؤدي تحسن الصادرات إلى تعزيز الثقة في أواسط صناع السياسات بأن اقتصاد كوريا الجنوبية سينمو بما يتماشى مع توقعاتهم لعام 2023، وقد يحقق أداء أفضل في العام المقبل إذا استمر الطلب على السلع سواء في الأسواق الخارجية أو المحلية. تباطأ إجمالي الناتج المحلي في فرنسا إلى 1.1% في الربع الثالث من السنة الحالية، ومتجنبا النمو السلبي بفضل انتعاش في استهلاك الأسر بحسب ما أظهرت تقديرات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاءات. ويشكل هذا النمو المتواضع في إجمالي الناتج المحلي بين يوليو وسبتمبر، وهو مطابق لتوقعات المعهد، تباطؤا واضحا مقارنة بالنمو المسجل في الربع الثاني والبالغ 6.1%،
للعام 2023 بمجمله يتوقع المعهد نموا نسبته 9%، ما يتماشى مع توقع لبنك فرنسا المركزي، لكن دون توقعات الحكومة بقليل. تباطأ أداء اقتصاد إيطاليا في الربع الثالث متجنبا بالكاد الركود، في حين تكافح رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني للحفاظ على توسع الإنتاج مع الحد من الديون أيضا. أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير على أساس فصلي في الربع الثالث، بعد أن سجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 4% في الربع الثاني وأداء دون توقعات استطلاع بلومبرج. قال معهد الإحصاء الوطني أو الإحصاء الوطني في بيان إن الاقتصاد حصل على دعم من صافي الصادرات، على الرغم من أن الطلب المحلي كان بمثابة عائق تضع البيانات مليونين في موقف صعب، حيث تكافح من أجل جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد مع إبقاء ديون إيطاليا الضخمة تحت السيطرة. ويسلط الوضع الضوء على مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الصادرات العالمية على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فيما يتوقع بنك إيطاليا المركزي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في عام 2023. مشاهدينا، ختام هذه النافذة الاقتصادية. الآن نعود مجددا لهذا الصباح لاستكمال باقي الفقرات مع الزملاء يارا ورامي. تفضل يارا. شكرا لك جاكلين، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا. هذا الصباح مستمر معكم لحد الساعة 11 على إكسترا نيوز. إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا نحن المصريين، استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة. وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا. وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مشاهدينا، ننتقل للحديث عن أرض سيناء الغالية، واللي حظيت باهتمام بالغ من الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة، فحرصت على تنميتها بمشروعات مختلفة من معالجة للمياه وزيادة مساحة الأراضي الزراعية، ده بجانب تسهيل ربط شبه الجزيرة بباقي المحافظات المصرية. كمان حظيت جهود الدولة المصرية بإشادة العديد من المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية. كمان تناولت هذه المشروعات ومدى تأثيرها في جذب الاستثمارات لأرض الفيروز. وذكرت الأمم المتحدة أن الاستثمارات العامة زادت بالبنية التحتية لمنطقة سيناء إلى جانب مشروعات النقل والإسكان، مما دعم استقرار سيناء وتنميتها وانخفاض الحوادث الإرهابية فيها. كمان موسوعة جينيس للأرقام القياسية قالت أنه محطة بحر البقر في شبه جزيرة سيناء هي أكبر محطة معالجة في العالم، وأشارت إلى أنها بتقدم مصدر هام لمياه الري وحل فعال لدعم الزراعة بمنطقة سيناء. نروح نتكلم بشكل أعمق عن سينا، ومن أهل سينا بينضم لنا الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال سيناء. أهلا بحضرتك يا شيخ. أهلا بيك والله سلامي. يعني الرئيس السيسي قالها تنمية سينا بأهلها، فمن التصريح ده بتشوف إزاي يعني أهل سينا ليهم دور بطولي ودور تاريخي، وأكيد عاد بالتكامل مع القيادة السياسية، فانعكاس التكامل ده بين شيوخ وقبائل سيناء مع القيادة السياسية والتنمية اللي هنشهدها بإذن الله وشهدناها بالفعل على أرض الواقع، بتشوفوا إزاي يا شيخ عيسى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بصبح عليكم، صباح الخير، أقول لكم صباح الخير.
صباح الخير على حضرتك. ثاني حاجة إن السيد الرئيس عندما وضع خطة لتنمية سيناء كانت خطة غير مسبوقة. فلذلك كاملة من 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 جميع الأبواب. مش يعني كل شيء مدرج في الخطة. وأولها رفع القطيعة ما بين سيناء ومصر الأم. وعمل 5 أنفاق من تحت قناة السويس. يعني أنت دلوقتي لما أنك تروح عايز تروح إسماعيلية من يوم تصل أول النفع دقيقتين لو أنك في إسماعيلية. حتخرج من الإسماعيلية دقيقتين لو أنك في سيناء. الوضع ده انتهى نهائي دلوقتي. القطيعة ما بين مصر الأم وسيناء انتهى خالص. ثم ذلك من ناحية التنمية الزراعية، مشروع طلعة السلام والعمل وانهاء الفتحات اللي فيه دي بيغطي 400,000 فدان. السرعة اللي دخلها الرئيس من جنوب الإسماعيلية على وسط سيناء كمان دي قدامها 400,000 فدان، أي إن 800,000 فدان من سيناء يعني هياخدوا مية كفاية وهيعملوا فيها زراعات وتكون في المستقبل إن شاء الله سلة غذاء مصر بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. ثم بعد ذلك طرحوا الآن على المواطنين في سيناء إن اللي عايز يأخذ أرض على دي يقدمها كمشروع أو مسكن أو كشركات يتفضل. فقدموا ابناء سيناء كشركات اللي عايز 200 فدان، عايز 300 فدان، عايز 1000 فدان يأخذ هو كشركات ويعملوا بيها ويزرعوا فيها. والمواطن السيناوي يا أخرامي مواطن جيد في الزراعة. يعني رجل عنده خبرة كبيرة في الزراعة طبعا. والحمد لله والأرض اللي حيستلمها المواطن السيناوي تعالوا بعد سنة تلقاها خضرة. شيخ عيسى قبل ما اختم مع حضرتك، يعني عايز برضو اعرف رد فعل اهل سيناء على خطط الدولة وتصريحات الرئيس في ظل تنمية سيناء والتركيز معها والتنمية اللي بتستهدفها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية والقادمة بالتأكيد. رد فعل اهل سيناء ايه يا شيخ عيسى؟ رد فعل اهل سيناء عندما اجتمع بهم رئيس الوزراء البارحة وقال لهم لقد بدأنا في المرحلة الثانية من تنمية سيناء وحنبني تجمعات في منطقة رفح وتجمعات في منطقة الشيخ زويد والتجمعات دي مش هتكون فاضية، فيها المدارس وفيها الوحدات الصحية وفيها الملاعب وفيها كل شيء. كان رد استقبال الكلام ده من المواطنين استقبال جيد واستقبال يعني انبسطوا وقالوا مثلا ان مثلا الدولة مش عاوزة مثلا ان هي تقصر معانا في حاجة. يعني حتى التجمعات اللي حتبنيها هيكون فيها مدارس، هيكون فيها وحدات صحية، هيكون فيها ملاعب، حياة تليق بأهل سيناء. واسمح لي يا شيخ عيسى في ختام المداخلة الجميلة دي في هذا الصباح أخذ الكلمة اللي حضرتك قلتها واختم بها، القطيعة بين مصر الأم وسيناء انتهت في عهد الجمهورية الجديدة. كل الخير والتوفيق لأهلنا في أرض الفيروز. الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ شمال سيناء. مشاهدينا نتابع الآن افتتاح رئيس الوزراء لمجمع المدارس بالقرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر.
المشروع اللي بيعكس الشراكة التنموية الواعدة اللي بتجمع بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والقطاع الخاص المصري. الحقيقة المشروع ده زي ما حضرتكم شفتوا، مشروع تطوير الأرض القرية الكونية، هو بينقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى منه هي إنشاء 5 مدارس ومجمع للخدمات الرياضية والترفيهية، وجاري الانتهاء من مخطط تطوير المرحلة الثانية. يبلغ عدد الطلاب حالياً حوالي 1000 طالب، وإن شاء الله استيعاب الطاقة الاستيعابية لهذا المجمع في المرحلة الأولى هتصل إلى حوالي 7500 إلى 8000 طالب فقط في المرحلة الأولى، وجاري الانتهاء من مخطط المرحلة الثانية. الحقيقة أهم ما يميز هذا النوع من المدارس إنها مدارس بتلائم الشريحة العريضة من المجتمع، وهي الطبقة المتوسطة، وأيضاً بيقدم تعليم متميز يدمج فيه كل المهارات التكنولوجية والابتكارية اللي بيحتاجها سوق العمل الديناميكي المتطور. يمكن دولة الرئيس، يمكن قد يكون هذا المشروع ليس هو المشروع الأضخم أو الأكبر من حيث حجم الاستثمارات اللي بيقوم بها صندوق مصر السيادي، ولكن مما لا شك فيه هو المشروع الأهم والأكبر من حيث العائد الاستثماري على المجتمع. العائد الاستثماري في بناء الشخصية المصرية الواعية المنتجة والقادرة على أنها تتعامل مع كل التحديات، مش بس المحلية ولكن أيضاً التحديات الدولية. ويمكن تواجدنا معنا كلنا النهاردة كحكومة، قطاع خاص، مجتمع مدني، تالي مشرفنا مجموعة أيضاً من مجالس النيابية، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، كل هذا التجمع بيؤكد على 3 رسائل أساسية. الرسالة الأولى إنه الدولة المصرية بكل فئاتها بترى إن قضية التعليم هي القضية الأهم على المستوى القومي. الأهم لأن ده بيرتبط ببناء الإنسان المصري، بيرتبط ببناء الشخصية المصرية. وأنا النهاردة لما بتكلم على الإنسان المنتج، الإنسان اللي بيساهم في تعظيم الاقتصاد بتاعه، أنا مش بتكلم فقط على الكم في الإنتاجية، أنا بتكلم على نوعية الإنتاجية ونوعية المساهمة في الناتج القومي من خلال شخص مبتكر قادر إنه هو يدمج كل المهارات التكنولوجية في العملية الإنتاجية. ويمكن أيضاً هذا المشروع بيجسد لرؤية مصر 2030 التي تتكلم على 2 هدفين أساسيين في عملية التعليم، هدف الإتاحة وهدف التنافسية. وإحنا من خلال هذا التعليم المتميز ده بنقدر نوفر فيه فعلاً فكرة الإتاحة أو مبادئ الإتاحة والتنافسية. النقطة الثانية أن ده أيضاً دولة الرئيس يمكن أطلق سنة 21 خطة الإصلاحات الهيكلية، ويمكن المحور الثاني الهام في هذه الخطة اللي بيرتبط بسوق العمل، عشان يبقى عندي سوق عمل كفء. وإحنا دولة يعني عندنا 105 مليون مواطن، 60% منهم من الشباب، وبالتالي سوق العمل اللي عندي كبير وبيزيد كل سنة. مهم جداً إن أنا النهاردة الفجوة اللي بين متطلبات سوق العمل وبين عرض سوق العمل دي تقل. هتقل إزاي؟ هتقل بالمهارات التي تدمج من خلال التعليم التقليدي، التعليم في المدارس القومية أو المدارس الاعتيادية، مع مجموعة من الابتكارات والمهارات المختلفة اللي محتاجينها النهاردة في سوق العمل المهني وسوق العمل الفني. الرسالة الثانية الهامة هو إن هذا المشروع هو ترجمة على أرض الواقع للدور اللي الدولة المصرية عهدت بيه إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية اللي أنا بتشرف إن أنا رئيس مجلس إدارته. في جزء من مهامه هو استغلال أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وبعتقد ما فيش أحسن من أن أنا أعظم العائد من الأصول المستغلة وغير المستغلة من خلال إلا من خلال الاستثمار في التعليم. وبالتالي النهاردة فعلا القرية الكونية كانت لعقود، مش لسنوات، لعقود عديدة كانت أرض فضاء
غير مستغلة مهجورة تحولت النهاردة بإذن الله بمشاركة القطاع الخاص ومشاركة المجتمع المصري كله في أنها تبقى صرح تعليمي متميز. الرسالة الثالثة أنه ده بيؤكد النهج اللي الدولة المصرية بتنتهجه في شراكة حقيقية فاعلة للقطاع الخاص. القطاع الخاص هو شريك أساسي في عملية التنمية، وبالتالي احنا بنعهد إليه في إدارة وإنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية متميزة بتقدم تعليم متميز مبتكر. ويمكن حاجة الدولة المصرية مع الزيادة السكانية، احنا بنتكلم على لا يقل عن 25 ل 30 ألف فصل سنويا، ده لا يمكن يتم إلا بشراكة مع القطاع الخاص، وإحنا على ثقة تماما مما رأيناه من هذه الشراكة من خبرات متميزة من القطاع الخاص، قدرت إنها فعلا تقدم نموذج لشراكة. يعني أنا بشوف إنها شراكة مثالية ونموذج يحتذى به للشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص في مشاريع أخرى. الحقيقة يعني في النهاية أنا عايزة أتقدم بشكر لعدد كبير، طبعاً بشكر حضرتك دولة الرئيس على الدعم اللي حضرتك بتقدمه لصندوق مصر السيادي والسيادة الرئيس بيقدمه. يمكن هو لما شاف هذا النموذج في اطلع عليه قال أنا مش عايز خمس مدارس في مجمع، أنا عايز 500 مجمع زي كده. فإن شاء الله نستطيع بمشاركة القطاع الخاص وبدعم الدولة المصرية نحن ننشئ 500 أو 1000 مجمع بهذا الشكل. بشكر طبعا زميلي وزملائي الوزراء والمسؤولين على دعمهم ومشاركتهم. الحقيقة يعني بنعمل في الحكومة كفريق عمل واحد، فده شكر خاص. بشكر الشركاء من القطاع الخاص، حقيقة لمست منهم، احنا بنتكلم طبعا مهم جدا ان القطاع الخاص يبقى بيدخل في مشروع استثماري يعود عليه بالربح والعائد، ولكن الروح اللي شفتها في الاهتمام فعلا وفي الإيمان الشديد بأهمية هذا العائد على المجتمع، أهمية أن فعلا تكون دي هي التنمية المستدامة، أنه فعلا في إيمان شديد بأن احنا عايزين نقدم تعليم متميز مختلف عشان يبقى عندنا مواطن فعلا قادر على أنه هو يحقق التنمية المستدامة لهذا المجتمع. بشكرهم شكر خاص على كل الجهد وكل النموذج المتميز اللي احنا كلنا بنفخر به. بشكر السادة المدرسين والأساتذة والإداريين في هذه المؤسسات التعليمية، المدرس هو عصب العملية التعليمية، فبشكرهم شكر كبير جدا لأن هم الأساس في استمرار واستدامة وتميز العملية التعليمية. وأخيرا وليس آخرا بشكر كل زمايلي وزملائي من صندوق مصر السيادي على الجهد الكبير اللي هم بيقوموا به وعلى تحويل يعني أصول كثيرة بإذن الله في القريب العاجل من أصول غير مستغلة إلى أصول مستغلة بكفاءة وجودة عالية. شكرا. بشكر الدكتورة هالة السعيد، والآن أدعو الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإلقاء كلمته. السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيدة الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الرئيس منظومة التعليم فيها 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، وحتمية التطوير في ظل الظروف والثورات الصناعية أمر حتمي، وبالتالي لابد من شراكة حقيقية فعلا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني علشان نقدر نحقق تنافسية حقيقية نقدر ننافس بها. فالحقيقة في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري آمن تضمن به تحقق أقصى درجات الحياد التنافسي وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة المصرية متمثلة
في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عدد من المستثمرين العاملين في مجال التعليم. وقد انطلقت رؤية الوزارة الاستثمارية مرتكزة على 3 محاور أساسية. أولاً احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائد مادي وتعظيم موارد الدولة من خلاله. ثانياً تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذي يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص، والذي يرى في تحقيق هذا المبدأ إنصاف للحقوق والتزام حتمي بالواجبات المنوط تحقيقها. ثالثاً تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية والتي تحقق الثقة بين طرفي الاستثمار. إن وزارة التربية والتعليم الفني مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوى دولي عالمي. وتتمثل الخطة الاستثمارية للوزارة في بعض المشروعات والتي تشمل منها مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس التعليم الفني المتخصصة لتخريج العمالة القادرة على المنافسة في سوق العمل، وحالياً 69 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإن شاء الله جاري تجهيز 100 مدرسة في هذا الإطار. مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة مدارس تعليم عام بمستوى عالي وأسعار مخفضة لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة، وعندنا النموذج التريبل بي، وعندنا 16 فيها 16 مدرسة و28 مركز تعليم فني، أصبح 28 مدرسة متميزة في هذا الصدد. مشاركة القطاع الخاص الدولي في إدارة عملية الامتحانات لشهادة النيل المصرية الدولية اللي هي هيئة كامبريدج للامتحانات لضمان شهادة دولية. مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير مستغلة لتعظيم الاستثمار بها والتي بها نحن الآن في هذا المكان. تقوم الوزارة بتشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب عدد كبير منهم لتوفير فرص تعليمية بديلة للمواطن المصري بكل مستوياته. دولة الرئيس الوزارة الآن بتميكن إجراءات ترخيص المدارس علشان نسهل على المستثمرين، وهنبدأ بالتجربة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بحيث ما يبقاش في عنصر بشري في إجراءات الترخيص. تقوم الوزارة بتشجيع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم باستثمار الأموال في إنشاء مدارس جديدة أو مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها وغيرها من النماذج التي تؤكد حرص الوزارة على خلق مناخ استثماري جاذب للسادة المستثمرين في مجال التعليم. وختاما لا يسعني إلا تقديم خالص الشكر والاحترام والتقدير لكافة العاملين في صندوق مصر السيادي والذي يتولى مهمة صعبة لتعظيم الاستفادة الاستثمارات باستغلال الأصول غير المستغلة والمملوكة للدولة المصرية، ونتمنى لهم التوفيق والسداد دائما، ووفقكم الله جميعا إلى ما فيه خير مصرنا الحبيبة ورفعتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر الأستاذ الدكتور رضا حجازي، والآن أدعو السيد إيهاب رزق المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي. دولة الرئيس، معالي الوزيرة، معالي الوزير، السادة الحضور، طبعاً إحنا في صندوق مصر السيادي بقالنا فترة على كل منصة وفي كل منبر بنكرر فلسفة ومبادئ زي مشاركة القطاع الخاص، استغلال أصول الدولة الغير مستغلة، زيادة التنافسية في قطاعات مختلفة، وجذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وإن إحنا من كل ده هنقدر نخلق زراعة استثماري ادخاري للدولة. قعدنا نكرر الفلسفة والمبادئ دي لحد ما ابتدينا نخاف إن الناس تتخيل إن إحنا بتوع نظريات وكلام وخلاص. اللي احنا النهاردة بنشهده هو احسن اظهار للاهداف دي. دولة الرئيس اسمح لي اقتبس من كلمة معاليك في مؤتمر حكاية وطن لما قلت احنا بنبني بلد، احنا بنبني بلد، احنا بنبني بلد. جايز الاجيال اللي موجودة هي اللي بتعاني، لكن ولادنا هم اللي هيتمتعوا. بيتهيالي اللي اتبنى هنا النهاردة مش بس بيأكد ده، هو كمان دلالة واضحة ان احنا نقدر بهندسة مالية نحقق عوائد استثمارية ونرفع جزء من المعاناة عن الجيل الحالي.
وهو ده الفكر اللي ابتدينا فيه سياسة واستراتيجية الاستثمار في التعليم. كل أب وأم ما بيشغلش تفكيرهم غير تعليم ومستقبل ولاده. لما لقينا ان احنا نقدر نخدم القطاع العريض ده اللي دخل الاسره فيه ما بين اب وام بيتراوح من 20 ل 40 الف جنيه في الشهر، عايزين يعلموا بنتهم وابنهم كويس، مؤمنين بقوه مقرراتنا الوطنيه بس نفسهم في نموذج طلقين بيعضدها بالمقررات الدوليه ويوصلها بالاساليب الحديثه وكمان يدمجها بالمهارات المطلوبه في سوق العمل، ولقينا المستثمر الجاد الطموح اللي عايز يكسب ويحقق عوائد بس في نفس الوقت عايز يقدم رؤية مختلفة ونموذج واعد للتعليم، فسخر خبرته وقوته من قطاعاته وشركاته الأخرى للنهوض بالاستثمار ده. ده اللي خلى رجل أعمال زي المهندس محمد فاروق، وأحب أستشهد بيه لأنه كان من بره القطاع خالص، يتحمل تكلفة تعيين كوادر تعليمية بدري 14 شهر عشان يشتغلوا على الدمج ده ما بين مقرراتنا الوطنية وكوجنيا وكامبريدج، وتبقى المدرسة اللي احنا قاعدين فيها النهاردة دي أول مدرسة تاخد كوجنيا أكريديتيشن كانديديت من قبل حتى ما تشتغل. ده اللي خلى دكتور حسن القلة من شركة سيرة للتعليم اللي عندهم أكتر من 40 مدرسة و26 كلية بتخدم 51 ألف طالب في 10 محافظات يؤمن بالفكر ده ويستثمر معنا في صندوق مصر السيادي، وإن احنا نقدر نخلق مجمع مدارس يقدم منتجات تعليمية مختلفة ونحط في وسطهم نادي رياضي متكامل خدمي بمرافق مش من الطبيعي تبقى موجودة لمدارس في الفئة السعرية دي، تقدم خدماتها للمدارس نظير أجر خلال اليوم الدراسي، وبعد اليوم الدراسي تقدر تقدم خدماتها من أكاديميات رياضية ونشاطات اجتماعية للمنطقة المحيطة وأسر المدارس. اسمح لي أستأذنك أن أحمد وهبي من منصة مصر للتعليم اللي صندوق مصر السيادي استثمر فيها 10 اسمح لي أستاذ الحراك أن أحمد وهبي من منصة مصر للتعليم اللي صندوق مصر السيادي استثمر فيها من سنتين وبيمتلك فيها 10%، ولما جينا معاهم وقتها كانت لسه شركة بتمتلك 5 منشآت تعليمية فيهم 6000 طالب وإيرادها 800 مليون جنيه، وفي سنتين بقوا 25 منشأة تعليمية ل 23 ألف طالب بإيراد 4 مليار جنيه. اسمح لي أستأذنك إنهم عليك بتتفقد المدرسة أحمد يفرجك فيديو الأمهات، أمهات زمرناهم لما دخلوا كرفان هنا من 9 شهور في مكت هندسي وعرض على ديتا شو كوادر تعليمية، وحكينا لهم عن الفكرة والاختلاف اللي بنحاول نقدمه، وساعدتهم لما جم أسبوع واحد قبل الدراسة يشوفوا الواقع وعينيهم وهي بتدمع من الفرحة إن أخيرا لقوا حلمهم لأولادهم في النموذج اللي احنا بنقدمه في النموذج التعليمي اللي احنا بنقدمه. واللي قريب جدا بفضل تكليف سيادة الرئيس وحضرتك ومعالي الوزيرة هنقدر ناخد الفرحة دي بنموذج النجاح ده لأهالينا في الدلتا والصعيد، وكمان مع زمايلي في صندوق مصر السيادي بنتكلم دلوقتي مع مشغلين ومستثمرين من القطاع الخاص لتكرار نفس النموذج في المستشفيات لنفس الفئة المجتمعية عشان إن شاء الله قريب جدا يبقى تعليم وصحة. رغم جهود الدولة لتنظيم قطاع التعليم وفرض قواعد لتحسين الجودة ومكافحة ظواهر زي الدروس الخصوصية، هيفضل زيادة العرض من كيانات مؤسسية تستفيد من الإيكونوميز أوف سكيل فتخلق تنافسية في الجودة والسعر هو أحسن أسلوب للإصلاح. وتاني نقدر نعمل ده وإحنا بنحقق عوائد استثمارية، وده مثلا اللي عملناه في استثمارنا في سلاح التلميذ اللي بيخدم 3 مليون طالب واللي حققنا فيه عائد استثماري في الصندوق 30% من اول سنه، واحنا بنصر ان اغلى كتاب فيه ما يعديش 140 جنيه في الوقت اللي السوق المحلي فيه كتب بتوصل ل 850 جنيه. اللفظ الاجنبي الحقيقي اللي احنا بنحاول نعمله هو making the industry honest through competition. دولة الرئيس وجود حضرتك هنا النهاردة وافتتاحك للمجمع ده هو وسام شرف وتتويج، تتويج لمجهود كبير من فرق عمل مختلفة، ده مش صندوق مصر السيادي لوحده، ده نسيج من النجاح مبني على أساس قوي هو الاستدامة واصطفاف المصالح. فلو ممكن استسمح حضرتك ان بعد إذنك ان فرق العمل دي من شركة موبيكا وسيرة ومنصة مصر للتعليم وإيديو هايف وإي إف جي وفريق استثمار صندوق مصر السيادي وزمايلي عبد الله الإبياري وكمال طارق ورامي حنا كلهم يقوموا يقفوا. أخيرا دولة الرئيس اللي حضرتك بتشرف على افتتاحه هنا النهاردة هو حلم
الحلم اتحقق بإرادة ورؤية سياسية قوية، بعزيمة قطاع خاص وطني عايز يكسب بس عايز فعلا يبني حاجة لبلده، وبسواعد شركات إدارة مصرية شابة طموحة قوية جدا. شكرا دولة الرئيس. بشكر السيد إيهاب رزق. يعد هذا المشروع نموذجا رائعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فاسمحوا لي أن أرحب بالشركاء من القطاع الخاص. في البداية أدعو السيد حسن القلة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيرة لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، الأستاذة الدكتورة هالة السعيد رئيس مجلس إدارة الصندوق، الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، السادة الحضور. مشاهدينا، تابعنا جزء من المؤتمر الخاص بافتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، ونستكمل مع حضراتكم فقرتنا في هذا الصباح ونعود بأخبارنا الخدمية. والبداية من أخبار الطقس، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما عن درجات الحرارة في عدد من المحافظات المصرية هنتابعها مع حضراتكم في العرض التالي. ومن خدماتنا مشاهدينا الحالة المرورية، دلوقتي حالا هنتجه نتعرف على حالة الشوارع ونروح لاستعراض الحالة المرورية في بث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة مع زميلي العزيز تيموثي إيهاب. تيموثي صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا رامي، وصباح الخير عليك يا يارا، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي هذا الصباح واكسترا نيوز في كل مكان. بصبح على حضراتكم من هنا من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة عشان نطل مع بعض إطلالة سريعة على عدد من الشوارع والميادين والطرق اللي موجودة طبعا داخل محافظة الجيزة واللي بتربط محافظة الجيزة بمحافظات أخرى سواء القاهرة وإقليم القاهرة الكبرى أو حتى محافظات أخرى. خلينا نبتدي مباشرة من ميدان الجلاء. ميدان الجلاء طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيشهد سيولة في حركة المرور وحركة المركبات في كافة الاتجاهات اللي بتوضحها الشاشة. هنا ده مدخل ومخرج شارع التحرير، لا ده مدخل ومخرج شارع شارل ديغول عفوا، هنا مدخل ومخرج شارع التحرير، وفي أقصى طرف الشاشة بنشوف مدخل ومخرج كوبري الجلاء المؤدي من وإلى جزيرة الزمالك في سيولة مرورية في كافة الاتجاهات. لو انتقلنا إلى كوبري الدقي، فكوبري الدقي بنشوف فيه ايضا سيوله مروريه في الاتجاهين سواء الاتجاه اللي رايح باتجاه شارع البطل احمد عبد العزيز او الاتجاه اللي راجع على باتجاه حديقه الاورمان. كذلك في الاسفل هنا شارع التحرير بنشوف فيه سيوله مروريه ايضا في الاتجاهين سواء اللي متجه الى ميدان الجلاء او اللي متجه الى خدمات شارع السودان. لو انتقلنا مع بعض الى كوبري اخر يمكن بيربط محافظتي القاهره والجيزه وهو كوبري عباس، بنشوف في كوبري عباس ايضا سيوله مروريه في الاتجاهين سواء اللي جاي من ميدان الجيزه الى جزيره المانيال محافظه القاهره او اللي جاي من المانيال الى ميدان الجيزه. وكذلك في الاسفل اتجاهي شارع البحر الاعظم ايضا بيشهدوا سيوله مروريه زي ما حضراتكم شايفين. هنا بنبص مع بعض او نطلع على ميدان النهضه، ميدان النهضه طبعا من الميادين الهامه واللي بنشوف فيه ايضا سيوله مروريه في هذه الساعات من الصباح، وبنشوف ده الاتجاه اللي جاي من كوبري الجامعه الى جامعه القاهره، وده الاتجاه اللي جاي من ناحيه الجامعه الى كوبري الجامعه وشارع مراد. لو ننتقل مع بعض الى
كوبري عرابي في منطقة المهندسين. بنشوف أيضا هنا منزل كوبري عرابي، ده شارع أحمد عرابي باتجاه ميدان سفينكس وشارع جامعة الدول العربية، في سيولة مرورية وكذلك في الاتجاه الآخر. يمكن واحد من الشرايين الهامة في إقليم القاهرة الكبرى والجزء الشرقي من القاهرة الكبرى، محور 26 يوليو. هنا بنشوف بداية المحور أعلى ميدان لبنان، بنشوف ده الاتجاه اللي رايح ناحية 6 أكتوبر، ده الاتجاه اللي رايح ناحية ميدان لبنان، والسيولة المرورية في الاتجاهين. كذلك السيولة المرورية أيضا بنشوفها في شارع أحمد زويل هنا في منطقة الدقي هنا عند جامعة القاهرة، ده الاتجاه اللي رايح باتجاه كوبري صفت، وده الاتجاه اللي رايح ناحية حديقة الأرمان. وختاما مع محور 26 يوليو أيضا بنشوف فيه سيولة مرورية في الاتجاهين، سواء الاتجاه اللي رايح ناحية لبنان والجيزة أو الاتجاه اللي رايح ناحية أكتوبر، وده طبعا واحد من الشرايين اللي بتربط الناس اللي خارجين من المدن إلى الطرق السريعة. طبعا بنتمنى السلامة للجميع. يعني يمكن هذه كانت صورة من هنا يا رامي ويا يارا، برجع لكم بالكلمة مرة تانية. شكرا لك زميلي العزيز تيموثي إيهاب، وتفاصيل كتير عن الحالة المرورية عرفناها منك خلال هذا البث المباشر. ومشاهدي هذا الصباح مستمرين معكم في أخبارنا وخدمتنا اللي بنقدمها لحضراتكم في هذا الصباح، والآن جولة لأبرز مواعيد القطارات من الوجه البحري والقبلي. وبعد قليل موعدنا مع فقرة استوديو هذا الصباح وحديث عن تكليف وتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتواصل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ نشاطها من أجل توطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات. هيكون معنا في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين المتخصص في الاقتصاد. بتكليف وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتواصل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ نشاطها من أجل توطين الصناعة عبر عدة محاور. يمكن النقطة المهمة اللي تم التطرق إليها من جانب الرئيس السيسي بعمل المبادرة بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، بيتسق ده مع سياسة الدولة في توطين الصناعة والاعتماد على المنتجات المحلية. ده اللي هنتكلم عنه بشكل أكثر تفصيلا مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في الاقتصاد. أستاذ محمد أهلا بيك معنا في هذا الصباح. أهلا بيك يا فندم. يعني هنبدأ حديثنا عن المبادرة ونتاج هذه المبادرة وما تم خلال الفترة اللي فاتت، لكن خلينا نبدأ نشوف رؤيتك لفكرة انطلاق هذه المبادرة، ويمكن نقول كمان إزاي عرفنا ولمسنا الإدراك المسبق من الدولة المصرية لأهمية هذه المبادرة. هقول لحضرتك حاجة، بدايتها تدل على النهايات والنتائج المبشرة.
كانت الفكرة أثناء إفطار الأسرة المصرية، وكان بيتم مناقشة مشروع حياة كريمة طبعا اللي هيغير شكل حياة أكثر من 60% من المصريين. كانت الفكرة إن ليه ما نبدأش بالصناعة الوطنية بتاعتنا، ندعم الـ 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 السوق الصناعي. طب يعني والوفر. أنا بعتذر جدا عن قطع كلام حضرتك، ولكن هنتجه حالا لنقل كلمة رئيس الوزراء خلال افتتاح عدد من المدارس في القرية الكونية. أنا يعني النهاردة بكفاية عليا قوي النهاردة المنظر اللي أنا شفته النهاردة، لأنه الحقيقة بيحقق حلم كبير قوي للدولة المصرية. منطقة كانت مهملة، أنا فاكر هذه المنطقة الحقيقة وأنا وزير إسكان ومسؤول عن المدن الجديدة، كان أرض القرية الكونية دي أرض مهملة ومش عارفين نعمل بيها إيه، مخصصة لوزارة التربية والتعليم وأصل غير مستغل. أعتقد النهاردة المنظر اللي احنا شفناه ده بيؤكد تماما على مدى نجاح الفكر اللي بتتبناه الدولة النهاردة في عملية الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. والحقيقة هنا يمكن يعني أنا بوجه الشكر بصورة خاصة لصندوق مصر السيادي، دكتورة هالة كرئيس مجلس إدارة وكل الزملاء القائمين على الصندوق، علشان كانوا هم الأداة لترجموا فكرة وسياسة الحكومة في المشاركة مع القطاع الخاص وتعظيم الأصول، تعظيم الاستفادة من الأصول الغير مستغلة. المشروع اللي احنا قدامنا ده مشروع مبدع، بيتكلم على منهج تعليمي صحيح بيعتمد على المنهج الدولة المصرية حطاه، وده منهج حصل فيه تطوير كبير جدا، ولكن آليات تنفيذه المبدعة اللي انا شفتها النهاردة بتشجعنا ان احنا لازم ان احنا نتوسع في تنفيذ هذا النموذج في كل حتة في مصر. الجزء الاخر وهو المصاريف اللي النهاردة الطالب بيدفعها، وزي يمكن ما زميلتي الدكتورة هالة قالت، ده بيغطي اعتقد طلب شريحة كبيرة جدا النهاردة في الاسر المصرية اللي هي الاسر المتوسطة الدخل، اللي بتبقى نفسها انها تدور على مستوى وجودة تعليم كبيرة لولادها، وممكن ما تبقاش قادرة انها يعني تبقى تتكفل بالمصاريف اللي المدارس الدولية او البعض المدارس الخاصة بتبقى بتطلبها. فاعتقد النموذج النهاردة من الولاد اللي احنا شفناهم فعلا لا يقل باي حال من الاحوال عن نموذج الطالب اللي ممكن بيبقى اسرته بتدفع 4 أو 5 أضعاف كمصاريف في نفس مستوى وجودة التعليم. عشان كده انا طمعان النهاردة مش فقط في 100 مدرسة، احنا عايزين على الاقل 300 مدرسة بهذا الشكل. أنا لو بتكلم عندي، إحنا عندنا 27 محافظة، لو بتكلم متوسط 10 مدارس في كل محافظة يبقى إحنا بنتكلم في 270، لكن أنا بتكلم حقيقة إحنا هنكون مستعدين كدولة فورا إتاحة أراضي في أحسن حتت على مستوى المحافظات، وأيضا لو في مباني قائمة جديدة النهاردة، ويمكن ده كان توجيهي لسيادة الوزير التربية والتعليم، المدارس الجديدة اللي بيتم إنشائها نبدأ من جزء منها نسبة معينة احنا متفقين عليها تبدأ تتاح على طول لهذه النوعية من المدارس. انا مش عايز اطول على حضراتكم، لكن مرة اخرى انا بشكر كل القائمين على هذا الحلم الجميل اللي احنا شفناه النهاردة، وبتتمنى وبتطلع ان احنا نشوفه ونفتتح زيه في كل محافظات مصر في القريب العاجل ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جميعا. بشكر دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي. يعد افتتاح مشروع مجمع المدارس على أرض القرية الكونية بمثابة وضع حجر الأساس لشراكة مستمرة بين جميع الأطراف في إطار التوافق الاستراتيجي لجلب. مشاهدينا بجدد التحية لحضراتكم، تابعنا كلمة معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من المدارس في القرية الكونية. ونستأنف الآن لقاءنا وحديثنا مع الكاتب الصحفي أستاذ محمد عز الدين والمتخصص تحديدا في الاقتصاد. كانت يارا طرحت على حضرتك سؤال في البداية إذا سمحت لي يارا، وفكرة مبادرة ابدأ شايفها إزاي، وبتشوف إزاي حضرتك الأهداف والنتائج اللي تم تحقيقها حتى هذه اللحظة، وده استكمالا لسؤالك. بكل تأكيد البداية كانت من الاحتياج للمبادرة حقيقي. إذا عرفنا حجم الإنفاق الكبير والمخصصات المالية لمشروع حياة كريمة بمئات المليارات الحقيقة،
نسبة المكونات المستوردة كانت بتمثل جزء كبير من التكلفة، بالتالي من هنا نشأت أهمية المشروع. المشروع تم تطويره ليشمل كل قطاعات الصناعة المصرية، من الاحتياج لتطوير المصانع سواء المصانع الجديدة أو المنشآت الصناعية المنشأة قبل كده اللي كانت بتعاني بعض المعوقات أو المتاعب سواء التمويلية أو التشغيلية أو حتى التدريبية أو المخالفات أو غيره. بالضبط، دي كانت نقطة مهمة جدا الحقيقة، دي من أهم النقط اللي هو محور، هي ليها ثلاث محاور: محور الصناعة ومحور التدريب والتطوير والبحث، وأيضا محور الميجور بروجيكتس أو المشروعات الكبرى، أنا أحب أسميها المشروعات الكبيرة يعني. الحقيقة النقطة دي كانت مهمة جدا، لأن في جانب كبير جدا من المستثمرين الصناعيين ما كانش عندهم إلمام بكافة القوانين، بالإضافة إلى أن التطوير الكبير اللي حدث بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريعات الاستثمار حل مشاكل كتيرة جدا كانت موجودة من عقود يعني بدون مبالغة. المشروع ده أو المبادرة دي تحديدا، وهي إحدى المبادرات الرئاسية، تعتبر من أهم النقاط اللي هتغير وجه الصناعة في مصر في السنوات اللي جاية، سواء بتوطين التكنولوجيا أو بزيادة عدد المصانع أو بالتدريب وتطوير مستوى العاملين، بالإضافة لزيادة وتوفير المنتجات الجيدة ذات المقاومات العالية بالاشتراك سواء مع القطاع الخاص أو مع الشركات الأجنبية اللي بننقل الخبرات التكنولوجية بتاعتها بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت. في حوالي أكتر يعني بيقترب من 1300 مصنع، يمكن أقل شوية، تم الاستفادة من المبادرة، وما زال هناك طلبات موجودة عند الإدارة بيتم استيفائها بشكل، خاصة أن بعض المصانع كانت بتعاني من التوقف، والحقيقة المبادرة دي انتشلت، أنا بعتبر أن هي انتشلت الصناعة المصرية من فترة ركود تسببت فيها أحداث طبعا اللي عارفينها بعد 2011 وجماعة الإخوان الإرهابية. المبادرة دي بتطور بشكل كبير جدا من الإمكانيات المتاحة لدى الصناعة المصرية، بالإضافة إلى أنها بتوفر العملة الصعبة بشكل كبير جدا، وده أحد المكاسب الكبيرة جدا اللي يتم الاستفادة منها سواء في مبادرة حياة كريمة أو في باقي السوق المصري الكبير. ويمكن كلنا شفنا اليومين اللي فاتوا دول طبعا للأحداث مبادرات الشعبية لتشجيع الصناعة الوطنية، حقيقة حاجة جميلة جدا، احنا شفنا صناعات ومنتجات جميلة موجودة، وأعتقد أن جزء منها برضو ممكن يستفيد من مبادرة ابدأ. والتقديم طبعا سهل جدا بالنسبة للمبادرة سواء على الموقع اللي هو ابدأ.com اللي هو ابدأ.com. فالحقيقة أن في جزء كبير جدا من المصنعين بيتجهوا للتعاون مع المبادرة لأنهم بتوفر لهم حاجات كتير جدا، خاصة في مجال التطوير والبحث وحل المشاكل اللي كانت بتواجههم أو المتعلقة بالتراخيص، بالإضافة للمزايا الكبيرة جدا اللي هي الأراضي بحق الانتفاع والضرائب، الإعفاء من الضرائب لخمس سنوات، وأيضا توفير منصة حقيقية لترويج وتسويق المنتجات. وده الحقيقة اللي كانت على الرغم من الجودة الكبيرة للمنتجات المحلية إلا أن كانت دايما تقابل المصنع المصري مشكلة أنه إزاي يسوق إنتاجه ويوزعه ويصدره، بل يعني في بعض المصانع اللي تم التعاقد معها وخاصة في مجال المكونات هتقوم بتصدير كامل إنتاجها للخارج، والحقيقة ده يعني حاجة جميلة جدا، وفي ظل المنافسة الكبيرة في الأسواق إلا أن الصناعة المصرية قادرة على اختراق الأسواق، ودور المبادرة كبير جدا في توجيه المصنعين وأيضا فتح أسواق جديدة وتدريب العاملين لديه. يعني أستاذ محمد، حضرتك بتتكلم جي على بالي أنا كمصرية إزاي لما بيحصل مواقف مفاجأة أو أحداث مفاجأة
بنكتشف انه لما الدولة اخذت قرار معين انها تقوم باجراء معين في وقت ما سابق بنعرف قيمته فجأة وبنعرف قيمته في الظروف، فبنقدر قيمة هذا السبق وهذه الرؤية اللي بتخلينا لما بيحصل عندنا ظرف احنا دايما سابقين قادرين ان احنا نتخطاه، ومش بس بنتكلم عن الاحداث دلوقتي ولكن احداث كتير في كتير قوي. هقول لحضرتك حاجة، الحقيقة ان الفكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و قراءة الأحداث واستباقها بشكل كبير جدا، نعم، مش مجرد بس أنها بتحصل على المستوى السياسي ولكن أيضا على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي. طيب أستاذ محمد، طالما هنتكلم على تأثير المبادرة على أكثر من مستوى، اسمح لي ننتقل لهذا العرض السريع عن مبادرة ابدأ ونرجع مرة تانية نستكمل حديثنا. تابعنا مع حضراتكم هذا العرض المعلوماتي عن نشاط مبادرة ابدأ، وحضرتك كنت ذكرت حاجة أستاذ محمد قبل ما نطلع نشوف العرض ده، التقليل العملة الصعبة والاعتماد عليها بشكل كبير، فده يخلينا نسألك انعكاس المبادرة على تقليل الواردات بالعملة الصعبة وكمان برضو تقليل الفجوة الاستيرادية بضخ استثمارات بنحو تقريبا 200 مليار جنيه لقطاع الصناعة. الرقم ده، الفكر ده، بتشوفه ازاي في هذا التوقيت؟ زي ما استكمل بس النقطه دي، ان كان في سباق للاحداث بشكل كبير جدا، سواء في الازمات الاقتصاديه او الصحيه، حتى الاجراءات اللي خدناها مع كورونا وفضلت المصانع شغاله والمشروعات شغاله. بنفس الفكر السباقي ده كانت مبادره ابدا، والحقيقه ان نقطه مهمه جدا اللي هي تقليل الاستيراد بشكل كبير جدا والاعتماد على المكون المحلي المصنوع في مصر. انا بتوقع ان يتم تقليل الاستيراد بنسبه حوالي 60% في خلال السنوات الثلاثه اللي جايه، بالاضافه الى ان احنا عندنا مشروع اكبر وهدف اكبر بيتكامل. التقليل ده راجع ان هيبقى فيه بدائل، بكل تاكيد هيبقى فيه بديل، مش عايز اقول افضل واقل تكلفه، اقل سعرا واعلى جوده، بالاضافه للتوافر في اي وقت لا يتعرض بظروف. مثلا احنا كنا شفنا مشكله سلاسل التوريد، وبالتالي في منتجات احنا بنعتمد عليها بتتاخر او سعرها بيزيد او ما بتجيش، الكلام ده المبادره هتحل بجزء كبير جدا منه، خاصه ان احنا بنتكامل مع اعاده هيكله كبيره لوطنيه، مشروع قومي كبير من ضمن احد مكوناته اللي هو زيادة الاعتماد على الصناعة والزراعة وأيضا التكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير جدا، والوصول لهدف تصدير نحو حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وأعتقد أن مع الجهد الكبير اللي احنا شايفينه دلوقتي وتنفيذ الحرص على تنفيذ المبادرة بالشكل اللي احنا شايفينه والتحمس الكبير وأيضا الظروف الدولية اللي محيطة بينا، أعتقد أن الكل لازم يتكاتف حوالين المبادرة ويدعمها بشكل كبير جدا، والنجاحات بتشد نجاحات تانية. يعني اللي شاف مصنع واشتغل، مصنع بتاعه اشتغل، أعتقد أن دي فرصة كبيرة جدا في المستقبل. بالتأكيد. طيب يعني أخيرا وليس أخيرا، ما أعرفش متبقي لينا وقت قد إيه، ولكن بتشوف نشاط المبادرة أستاذ محمد فيما يتعلق بأوضاع المصانع المخلفة وأضيف عليها كمان المصانع المتعثرة؟ المتعثرة دي نقطة مهمة جدا الحقيقة.
يعني ده بتحل مشاكل كانت لعشرات السنين. اولا تسليم المناطق الصناعيه في الماضي كان غير متكامل الخدمات، فكان بيظهر عندنا مشكله مصنع يشتغل شويه وبعد كده يقف. كانت مشكله ايضا التراخيص، كانت في مشكله متعلقه بتوصيل المنتجات وايضا التسويق، المشاكل اللوجستيه. الحقيقه ان المشروعات القوميه الكبيره ومشروعات الطرق والكباري وايضا القطارات والعديد من المشروعات الاخرى حلت جزء كبير جدا، وهيبقى برضو في مشروعات لقطارات البضائع في المستقبل. الحقيقه ان المشروعات دي والمبادره تحديدا هتقوم بدور كبير جدا ومساعد لحل المشاكل دي والحصول على التراخيص، وايضا المساعده التدريبية للعمال بل وأيضا المادية سواء عن طريق مؤسسات التمويل، ودي أهم نقطة أعتقد أن هي بتواجه المصانع المتعثرة. التمويل إذا كان عندك مصنعك له القدرة على المنافسة والإنتاج ما تقلقش من التمويل، وأعتقد أن المبادرة هتقوم بدور كبير جدا، وفي مصانع كتيرة اشتغلت ورجعت تاني أحسن من الأول وبقت من المصانع المنافسة، ومش عايز أذكر أسماء بس في مصانع منهم بقت بتصدر لبره وبقت في اعتماد كبير عليها، وبكمان المبادرة عملت حاجة جميلة جدا، المتنافسين في نفس القطاع في العديد من الصناعات اجتمعوا كلهم مع بعض وبقوا بيأدوا دور موحد لتجميع بحاجة اسمها الميجا بروجكت أو الإنتاج الأكبر، وده بيسمح بزيادة الاعتمادية على المنتج المصري والمنافسة في الأسواق العالمية. مبادرة ابدأ مبادرة رائعة فعالة لها مردود إيجابي بالتأكيد على الاقتصاد المصري. أستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي والمتخصص في الاقتصاد نورتنا خلال الدقائق هذه الفقرة وهذا الصباح، وأكيد للحديث بقية نورتنا أستاذ محمد. شكرا لحضرتك. مصر جميلة وأصيلة، فيها ولدي وفيها بلدي، أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وأصلي فلاح وحي على الفلاح، وأبو زرع طيب يقول حي للإصلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني أبويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة. والنور سرح سرح على عيني لفت نيته، شمسه بتبتسم وناسه هوا، والعصافير بتغني في سما، غنوة عايزانا نكون سوا، مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب، مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نص التاني ويروح يروح معاه ويملى الحياة.
ودلوقتي جه معادنا لرصد كل العناوين الهامه اللي تصدرت الصحافه المصريه وفقرتنا في هذا الصباح المتعلقه بقراءه في عناوين الصحف المصريه. كان في نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاسبوع تضمن الجهود المتواصله لوقف التصعيد في غزه والحرص على سرعه دخول المساعدات بشكل فوري عبر معبر رفح البري بجانب الاجتماعات واللقاءات الخاصه بمتابعه الملفات المختلفه مع الحكومه وطبعا الجهود التنفيذيه المبذوله في تلك الملفات والمشروعات القوميه. هنناقش ده من خلال قراءه في المواقع والصحف اللي ابرزت مع الاستاذ شادي زلطه الكاتب الصحفي في متخصص في شؤون رئاسة الجمهورية، أبرزت هذه الأخبار تفاصيل كتير جدا ونشاطات مكثفة للرئيس السيسي. وصباح الخير عليك أستاذ. صباح النور. أهلا بحضرتك. طيب خلينا نبتدي الأول ونقرأ من هذا العنوان، والبداية دايما مشاهدينا من موقع اليوم السابع، وعنوان بيقول: خلال افتتاح معرض اتحاد الصناعات الرئيس السيسي يحذر من حالة الاندفاع والغضب في رد الفعل ويؤكد مصر بشعبها وجيشها قادرة على حماية أمنها القومي. تابعت إزاي حضرتك تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح معرض طبعا اتحاد الصناعات، واللي كان فيه مضمونها عدد من التحذيرات من حالة الاندفاع والغضب في رد الفعل، والتأكيد طبعا على أن مصر بشعبها وجيشها قادر على حماية أمنها القومي؟ والحقيقة يمكن اليوم ده تحديدا السيد الرئيس يعني تصريحاته كانت بتتضمن عدد من الرسائل الهامة وانقسمت لثلاث محاور. المحور الأول متعلق برسالة طمأنة للمصريين وتوضيح بعض الأجزاء من الصورة الخاصة بتعامل المصري مع الأحداث الجارية في قطاع غزة وفلسطين وسياسة مصر الخارجية والنهج الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذا الإطار. والحقيقة أن يمكن الرئيس أكد على عدد من الرسائل المهمة جدا في الإطار ده، وأهمها فكرة أن الدولة المصرية ذات سيادة لا تمس. أكد أيضا على فكرة أن مصر دولة قوية لن يعني تنجر لأي نوع من أنواع الحروب، ومصر بتتعامل بالحكمة الممزوجة بالقوة الرشيدة، وده يمكن نقطة مهمة أكد عليها الرئيس عدد من المرات. أيضا بالضبط. يعني هذه كلمات كانت مكملة أيضا لكلمات ورسائل سيادة الرئيس، دائما مطمئنة موضحة معبرة وكشفة، وهذا هو المعتاد. خلينا ننتقل مع حضرتك لعنوان آخر وأيضا من اليوم السابع: الرئيس السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند نحذر من التداعيات الخطيرة للهجوم البري على غزة. ومن موقع الأهرام عنوان: الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء الهند مستجدات العمليات العسكرية في غزة. ومن موقع اليوم السابع أيضا عنوان: الرئيس السيسي يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما لوقف إطلاق النار في غزة. هذه الاتصالات المكثفة هي جزء من جهود إنسانية، جهود دبلوماسية وتصعيد تقوم بالدولة المصرية. كيف تتابع هذه الجهود بصورة عامة أستاذ شادي، وكيف تتابع أيضا تأثيرها في إحداث تغيير على الأرض؟ مصر بتبذل جهود يعني مش ضخمة، جهود غير مسبوقة في تاريخ السياسة الخارجية المصرية حاليا. نعم بالتأكيد، هي الحالة الحالية حالة فريدة جدا، حالة من التصعيد اللي لم تشهده الدولة المصرية منذ عقود طويلة. الحقيقة ان يمكن السيد الرئيس من خلال اتصالاته المتكررة ومن خلال اللقاءات المتكررة بالمسؤولين في الغرب وسواء رؤساء الدول او رؤساء الوزراء او حتى الاتصالات الهاتفية مع مختلف قادة الدول والحكومات، بيأكد على ثلاث رسائل هامة. الرسالة الاولى المتعلقة بضرورة ادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حتى يستفيد منها أهالي القطاع في ظل الحالة الصعبة، الحالة المعيشية الصعبة التي يعانوا منها حاليا في ظل قصف مستمر من نظام الاحتلال لمختلف أنحاء القطاع. احنا بنتكلم عن عدد وصل 9000 شهيد حتى الآن، فوق ما يزيد عن 22000 مصاب. يعني طبعا يعني في مأساة إنسانية في ظل مجرد بيانات من الشجب والإدانة من المجتمع الدولي. مصر يمكن الدولة الأكثر تحركا في النطاق العربي تجاه القضية الفلسطينية. مصر هي الدولة الوحيدة
التي وضعت القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها منذ عقود طويلة وتتعامل معها وكأنها قضية داخلية، ويمكن ده أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد كبير من المحافل الدولية. النقطة الثانية والمهمة واللي بيؤكد عليها السيد الرئيس دائما هي فكرة إحداث هدنة وقف لحالة الحرب تسمح لوجود حالة من التفاهم على الطاولة، والتي يمكن أن يعني تفضي بعد ذلك لمفاوضات تتعلق بحل الدولتين أو وجود حل يعني حل وسط يمكن من خلاله التوصل في النهاية لحل الدولتين ووجود دولة فلسطينية على حدود 67، وده يعني سياسة راسخة وثابتة للدولة المصرية أكدت عليها أكد عليها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمكن في مختلف المحافل العديد من المرات. كل اتصال وكل لقاء وحتى فيما يتعلق بقمة القاهرة للسلام كان التأكيد المصري دائما على هذه النقاط الثلاثة: إدخال مساعدات إنسانية، إحداث هدنة، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل للحل، لأن الصراع الحالي لن يعني هو سيستمر إلى ما لا نهاية، هو في حالة إبادة للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة في حالة يعني حالات وغير مقتصر على الدولتين فقط، مثلما قال الرئيس كمان عقاب جماعي، عقاب جماعي أيضا بطاع. كمان يعني في نقطة مهمة جدا رفض سياسة التهجير، الضغط على قطاع غزة من الشمال للجنوب ونزوح المواطنين الفلسطينيين من الشمال للجنوب للضغط على مصر لفرض نوع من سياسة المتعلقة بالتهجير أو دخول فلسطين، هذا الأمر مرفوض للدولة المصرية تماما. الدولة المصرية ذات سيادة وتحافظ على سيادتها ورسالتها واضحة للمجتمع الدولي، يعني في كافة الأوقات الرئيس يؤكد على هذه النقطة تحديدا في كل مناسبة وكل فرصة يتحدث فيها إلى المصريين أو إلى المجتمع. واستكمالا لهذه الجزئية اللي حضرتك ذكرتها أستاذ شادي، موقع مبتدا ليه عنوان بيقول الرئيس السيسي لبايدن: نرفض التهجير وسياسات العقاب الجماعي في غزة. كمان من موقع الدستور: الرئيس السيسي وبايدن يبحثان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري. يعني جهود مكثفة واتصالات ولقاءات متواصلة للرئيس السيسي مع زعماء الدول لوقف التصعيد في غزة ودخول المساعدات بالتأكيد، وكان من ضمنها اتصاله مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. تابعت هذا التسلسل وهذا التكثيف من الرئيس السيسي إزاي في هذا التوقيت كمان، وكلها توقيتات بسيطة جدا وتلاقي أكتر من نشاط في يوم واحد تقريبا؟ التحرك الواقعي على الأرض أثبت أن الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة التي تلعب دورا إيجابيا ومؤثرا في القضية الفلسطينية، وبالتالي نجد أن الاتصالات المتكررة سواء من الرئيس الأمريكي أو رئيس الوزراء البريطاني أو غيره من القادة، اتصالات متكررة وكثيرة يعني العديد من المرات خلال فترات زمنية متقاربة، هي بتعكس يعني دليل واحد، وهو أن الدولة المصرية تتحرك بشكل مؤثر للغاية في الملف الفلسطيني. نعم. ويمكن أيضا الرئيس خلال الملتقى لاتحاد الصناعات أشار لنقطة مهمة، وهي أن الدولة المصرية تتحرك أيضا حتى في ملف المحتجزين سواء من الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي، وتتحرك بهدوء شديد جدا في هذه القضية. ولكن يعني خليني أؤكد أن الرسائل المصرية المتكررة في مختلف الاتصالات الهاتفية ومختلف اللقاءات يمكن اللي ذكرت في العناوين اللي تم عرضها، هي بتؤكد أن الدولة المصرية مصرة على سياستها الراسخة والثابتة المتعلقة بالحفاظ على سيادتها داخل أراضيها. خلينا يعني ننتقل أيضا إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، ولكن فيما يتعلق بالجهود الخاصة بالاقتصاد أو التنمية في مصر. يعني جهود الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية، هنقرأ من اليوم السابع عنوان: الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي. ومن موقع الأهرام: الرئيس السيسي يتابع التطورات التنفيذية عدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي. هذه الجهود الداخلية في أكثر من مجال، في أكثر من محور، وهذه التنمية اللي بتشهدها، ويمكن مؤخرا زيارة رئيس الوزراء إلى شمال سيناء واستعراض الخطة الثانية، وكذلك أيضا الحديث عن تنمية زراعية وغيرها من أشكال التنمية في سيناء. هذه التنمية التي تجوب مصر في كافة القطاعات، كيف تتابعها وكيف تتابع وتيرتها المتسارعة أيضا؟ حان الدولة المصرية حاليا بتحقق معادلة صعبة جدا، معادلة تتمثل في استمرار أو مواصلة المشروعات التنمية المختلفة في مختلف ربوع الدولة في ظل تحديات غير مسبوقة تعاني منها سواء على مختلف حدودها أو سواء يعاني منها الاقتصاد المصري نتيجة تداعيات
مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات متعلقة بانتشار جائحة كورونا، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على اقتصاد العالم وليس الاقتصاد المصري فقط، ولكن بالرغم من ذلك الدولة مستمرة في مشروعاتها المختلفة. ويمكن احنا بنتكلم على مشروعات الاستصلاح الزراعي اللي بتأتي في إطار توسيع الرقعة الزراعية في مصر، وهي حلم الدولة المصرية مصرة عليه وهيتم تنفيذه بإذن الله إن شاء الله. طبعا كمان. يعني سيناء ده يعني الجزء الخاص بالتنمية في سيناء هو جزء استراتيجي هام ومتداخل بشكل كبير في المشروعات المختلفة اللي بتتم أيضا في مختلف ربوع الدولة المصرية. نتكلم عن مشروع مستقبل مصر، يعني ده بيضم 1,050,000 فدان. نتكلم على عدد من المشروعات الهامة جدا الدولة بتنفذها في مختلف ربوع الدولة، وده يعني بيؤكد أن الدولة مصرة على أهدافها في تنمية الاقتصاد وتطوير الدولة بالرغم من الظروف والتحديات الحالية. الدولة مصرة على النجاح بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل وهذه القراءة. شرفتنا الأستاذ شادي زلطة الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك وشكرا ليك يارا. شكرا ليك يا رامي. ومشاهدينا الكرام، دي كانت جولتنا في هذا الصباح على إكسترا نيوز. كنا معاكم خلال ساعتين يارا مجدي وأنا رامي الحلواني. بكرة إن شاء الله لقاء جديد وصباح جديد يجمعنا تاني على إكسترا نيوز. ودايما تحيا مصر.